رقي على الوسادة ما لقوها، طلعوا بالخيم يتفقدوها، ليل وجن ظلام الغاضرية، وغدت لي بخيام الفاطمية، بس لا ضاعت وتاهت رقية، بس لا ضاعت وتاهت رقية، وقبل لا يلفي باكر ضيعوها. وين شافوها؟ سمعوا صوت عبرتها ولحنها، تلولي ويحن عبد الله بحضنها. شي يسوي؟ اي بل كم الرضيع يدر لبنها، ولو ما يحصل وتشرب اخوها. اجا ابوها اجا والطفل شاله سوا بصدره، وشاف رقتها على حاله، اي بصدره وشاف رقتها على حاله، قعد يحكي لها ويظهر دلاله، ويا محلى سوالفها ويا ابوها. بحضن حسين يا محلى المحاكي، سوالف طفله ما تعرف بواكي. ها والحسين عينه وين؟ سوالف طفله ما تعرف بواكي، وابو السجاد عينه على التراجي. وابو السجاد عينه على التراجي، يدري شلون باكر يسلبوها. سوى الحسين اي لف حجاب شيلتها وظفرها، وقبلها على وجنتها وثغرها، وقعد يحكي لها ويلفت نظرها. شي يقل لها؟ يقل لها الخيم باكر يحرقوها. بني رقية اي باجر كل عمامك واخوتيها، كلهم ذبحا بالمعركة وياي، وانا ينقطع راسي من قفاي. والحافر ضلوعي كسروها. اي اسمع شي يقول لها، اريد تواعدين بهالوصية. شهالوصية؟ عينك لا تشوف الصار بي، الزم بثوب عمتك يا رقية، ولا تخلي الاجانب ينظروها. الزم بثوب زينب عمتك حيل، خافي يا ابويا تدوسك الخيل، اخاف ان ياخذك ويهود الليل، وما تلقاك زينب لو سبوها. الله اكبر يا ابا عبد الله. بعد تتحملني شوية. أويلي أويلي آخر نوم هالليلة يا بابا.